بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جالس اسأل ايه اهم الامتدادات اللي موجودة، وفي بعض الامتدادات الواحد بيشوف الملف بس مش عارف الملف ده بيتفتح عليه. فان شاء الله نحاول نذكر اهم الامتدادات في مجال الكاد ومجال البيم. تمام، اهم حاجة بالنسبة لنا نبتدي بيها الدي دبليو جي. دي دبليو جي خاص بالبرامج اللي شغاله في الكاد، زي الاوتوكاد، زي الاركيكاد، زي البنتلي، مايكرو ستيشن، كل الحاجات دي بتستخدم دي دبليو جي. هو اختصار كلمه دروينج، مجرد بس حذف بعض الحروف فطلع لي دي دبليو جي. تمام، فده الشغل اللي بيسيف دي دبليو جي، وبعد كده ممكن تستورده في اي برنامج تاني. تمام، واغلب البرامج بتتعامل بيه بدون اي مشاكل خالص. في عندي بقى دي اكس اف. دي اكس اف ده عباره عن ملف بيتقري في كل البرامج، يعني ده زي ما تقول ملف وسيط بيتقبل في كل البرامج التانية، تقدر تسحبه وتقدر تشوف المشروع دوت. دي دبليو اف، دي اكس اف، دي دبليو اف ده امتداد تاني خاص بان انت تقرا الملف بس ما تعدلش فيه. تمام، يعني انت عايز تبعت الملف ده للطباعة او لكتابة الملحوظات ويعمل عليه كلاود، يعني المدير مش معقول هيدخل يعدل دايمنشن او هيخش يعدل كذا، لا لازم ايه يتعبك وكده يروح عامل لك كلاود ويقول لك عدل دي. تمام، في امتداد بقى بعد كده دي دبليو تي اللي هو اختصار ايه تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني الملف ده معمول ليه ان انا ابدا شغل عليه، يعني الملف ده ما فيهوش شغل خالص، فاضي بس الليارات مظبوطه، البلوكات مظبوطه، الحاجات الاساسيه مظبوطه. لو انا قلت له انسرت بلوك هحط البلوك، بس اللوحه نفسها فاضيه ابدا شغل عليه. ده الملف اللي بنبدا شغل منه. تمام، في امتداد اخر اسمه دي دبليو اس. ايه دي دبليو اس؟ ده ملف ستاندرد. يعني ايه ملف ستاندرد؟ يعني بعد ما انا اشتغلت وعايز اتاكد الشغل بتاعي سليم ولا لا، فباخد الملف ده اقارنه بدوت وتعرف ايه الفرق. تقول لا ده في اسم ليارات مش مظبوط، ده في اسامي بلوكات مش مظبوطه، ده في حاجه في حد كده عايز يترفد من الشركه دي. تمام، فده الدي دبليو اس. يبقى احنا كده شفنا الدي دبليو جي والدي اكس اف والدي دبليو تي والدي دبليو اف واخر حاجه الدي دبليو اس. تمام، طيب ندخل بقى على كده في برامج ال مثلا من برامج البيم، مثلا اي اف سي. تمام، اي اف سي ده ملف مش تابع لحد خالص، كل البرامج بتشتغل بيه اوبن سورس، تبع شركه، تبع حاجه منظمه اسمها اوبن بيم. كل الناس تقدر تسيف اي اف سي وتشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص. تمام، فهو ملف بسيط، مفيش برنامج معمول للاي اف سي. تمام، الاغلب الامتداد بتبقى تابعه للشركات، يعني تلاقي مثلا ايه الريفت بيشتغل ببعض الامتدادات، زي هنشوف بقى الامتداد بتاعت الريفت، فدي خاصه بالشركه دي. تمام، انما الاي اف سي حر. طيب تعال بقى نخش على برنامج الريفت ونشوف اهم الامتدادات اللي موجوده فيه، وبعد كده ندخل على برامج اخرى، وبعد كده نروح واخدين بقى كل الامتدادات اللي احنا لم نتكلم عنها. تمام، عندي امتداد مثلا اسمه ار في تي، ده خاص بالريفت، وانت شغال بتسيف، بيسيف ار في تي. تمام، ده الملف اللي بتشتغل بيه المشروع، يعني لو جالك ملف من شركه ثانيه والملف ار في تي يبقى انت لازم يكون عندك برنامج الريفت عشان تفتحه. تمام، الامتداد اللي بعد كده اسمه ايه؟ ار تي اي، يعني ده تمبليت. ار تي اي ده تمبليت، يعني ده ملف المفروض ما فيهوش شغل بس الاعدادات مظبوطه. عندنا بعد كده في الريفت بندخل نظبطها كبيم مانجر، الاعدادات الرؤيه والاظهار واسامي الفيوهات وكل الحاجات دي لازم تكون مظبوطه. تمام، طيب في ايه تاني؟ في ار اف اي، ده الفاميلي. الفاميلي دي عامله زي البلوك في الاوتوكاد، ده حاجة معينة بدخلها في المشروع، يعني كرسي، ترابيزة، ولاعة، بوتاجاز، يعني الحاجات اللي هي الأجزاء اللي بيتكون منها المشروع دي بيسموها ار اف اي. طيب لو أنا عندي عايز أعمل واحدة جديدة بروح لحاجة اسمها ار اف تي، ده اللي بتدي الخاص بإيه؟ ده اللي بتدي الخاص بالتمبليت للفاميلي. لو أنا عايز أعمل فاميلي فببدأ بالتمبليت دوت، بيكون فاضي بس في بعض الإعدادات، في بعض ريفرنس لاين، ريفرنس بلان ببدأ شغل منه. تمام، طيب لو رحنا بقى البرنامج زي نفس وركس وشوف ده الامتداد، اولا البرنامج ده بيقبل اي امتداد في الدنيا. تمام، يعني ما بيقولش لا، دي دبليو جي، دي دبليو اف، اي حته جايه من اي مكان بيقبله. تمام، فما بيقولش لا، كويس جدا. ان دبليو سي ده الامتداد اللي بيتم تصديره من البرامج الاخرى، يعني لو انا عايز ابدا اتعامل مع النفس وركس فبصدر من ريفت
لنفس ورك بس شايفه ان دبليو سي. لما هاجي ابدا اعمل شغل بقى وابدا اربط واسحب كذا ملف ان دبليو سي، الملف بتاعي بيتحول اوتوماتيك لحاجه اسمها ان دبليو اف، فالشغل بتاعي كله بيبقى على ان دبليو اف، بيكون ساحب كذا ان دبليو سي. بعد كده لما بعد فتره مثلا عايز اخد اركايف على جنب او باخد نسخه احتياطيه، بعمل حاجه اسمها امتداد اسمه ان دبليو دي، ده ملف للقرايه فقط، بشوف انا في من كام شهر بوظت ايه وخربت ايه، تمام؟ بيبقى في ملف ان دبليو دي على جنب. طيب لما تيجي بقى تشوف بقيه الامتدادات، هنلاقي مثلا عندنا في امتدادات خاصه مثلا بال 3 دي مارك اب لانجويج ويب فايل، امتداد اسمه اس دي ام ال دبليو. في حاجات خاصه بالماكس، لان غالبا واحنا شغالين كاد او شغالين ريفت بنروح للماكس. في امتداد اسمه اس دي اس، اس دي اس ده خاص بالاوتوديسك 3 دي ستوديو ماكس. في ملفات بيبقى اس دي اكس ام ال، ده ملف نص كتابه بيبقى خارج من 3 دي ماكس. في امتداد برضه ممكن تلاقيه اي اس سي، ده خاص ببرنامج اسمه بي ار ال كاد، بيعمل ملف جيومتري. وفي ملف بيبقى سوليد ايدج حاجات مجسمه اي اس ام، ماشي. طيب في ملف بقى برضو اسمه بي سي اف، ده خاص بالبيم كولبريتيف فايل، لو انت بتعمل تبادل بين كذا حاجه بيبقى في ملف اسمه بي سي اف، تمام. في امتداد برضو بيبقى اسمه بي اي ان، ده خاص ببرنامج اسمه دي دي اس كيت. في عندي برنامج اسمه او امتداد اسمه بي ام بي، اللي هي بيت ماب، اللي هي امتداد خاص بالصور، ده برضو بيستحب معانا في الشغل بتاعنا. في امتداد اسمه بي بي ان، ده خاص بالاركيكاد فورمات وبالذات الباك اب. في حاجه تانية دي جي ان، ده امتداد حلو قوي خاص بالمايكرو ستيشن، وبدا يسحب دلوقتي في الكاد عادي وبيسحب في الريفت عادي وشغال عادي من امشي خالص. في دي ام جي، ده خاص بملفات ابل ماكنتوش. في الدي او سي والدي او سي اكس، ده خاص بالوورد، تمام. عندي امتدادات برضه تانية زي الاي اكس اي، ده ملف تنفيذي، يعني لما تدوس عليه يشتغل معاك على طول، بيكون ملف برنامج، تمام. الاف بي اكس ده امتداد تبع اوتوديسك، بيكون في ممكن تصدر الشغل بتاعك من برنامج لبرنامج، الحاجات الخاصة بالاوتوديسك. في عندي امتداد اسمه جي بي اكس ام ال، ده ملف جرين بيلدينج اكس ام ال، اللي بيصدر من اي برامج حتى ريفت بيصدره، بيبقى ملف فيه معلومات عن المبنى، مش ملف مجسم، لا ملف تكست نص، وبتقدر تدخله في اي برنامج تشتغل عليه، يعني مثلا برامج من برامج التحليل الاضاءه او تحليل اوهاب مثلا بتاع التكييف تقدر تشتغل عليه. في عندي برضه اسمه جي اف، ده خاص بالصور، ويكون صور متحركه غالبا. في عندي اي اي ام، ده خاص بالانفنتور، والاي دي اي خاص بالانفنتور، والاي دي دبليو خاص بالانفنتور. عندي اي جي اس، ده خاص بالجرافيكس اكسشينج سبيسيفيكيشن. في عندي الاي بي ان، ده برضو خاص بالبرزنتيشن بتاع الانفنتور. في عندي بعض المثال خاص بالصور زي الجي اي اف، جي اي اف وجي بي جي، دي خاص بالصور. وفي جي تي، ده خاص بجيوبتر تستليشن. في برضو الجرافيك جرافيك سوفت اركيكاد، في عندهم ده اسمه ال سي كي، ده لوك فايل فورمات. في عندي امتداد اسمه او دي بي سي، ده اوبن داتابيس كونكتيفيتي. في امتداد اسمه بي دي اف، ده اللي احنا كلنا شغالين بيه، بورتابل دوكيمنت فورمات، ده بيبقى ملف عباره عن اللوحه اللي عندك بتبقى جاهزه للطباعه بس، يعني مش معموله ان حد يعدل فيها، ما ينفعش ان انت تعدل في البي دي اف الا مثلا لو في كلمه تدخل تبدلها بتاع، بس مش معمول ان انت تدخل تعدل اللوح، ده معمول للطباعه، تمام. في امتداد اسمه بي اي سي تي، ده خاص بالصور في ابل ماكنتوش. في البي ال اي، ده خاص بالاركيكاد، ده ملف اركايف احتياطي. في البي ال ان، ده خاص بالاركيكاد بريمر فايل فورمات فور انديفيدوال فايلز. في البي ال كي، ده خاص برضو باركيكاد لوك فايل فورمات. في البي ان جي، ده بورتابل نتورك جرافيكس، ده خاص بالايمج فورمات،
في البي بي تي والبي بي تي اكس، ده خاص بالباوربوينت. في البي ار سي، ده خاص برودكت ريبريزنتيشن كومباكت. في البي اس دي، ده خاص بالفوتوشوب. لو انت عندك صوره وعايز تشتغل على الفوتوشوب وتبقى مفتوح في اي وقت تيجي تعدل تلاقي الليارات موجوده زي ما هي وكل حاجه زي ما هي. في عندنا بعض الامتدادات خاصه بالركاب زي الار سي بي والار سي اس، دول خاصين برنامج الركاب. برنامج الركاب دوت خاص بان انت لو عندك برنامج او عندك جهاز ليزر سكان بتحطه في المكان فبيلقط النقط بتاعت المكان فبتدخله على الركاب بيبدا يحول لك النقط دي لشكل مجسم وتقدر تقول له المجسم ده خلي لي ده باب خلي ده شباك. فبرنامج كويس قوي للي شغال اللي او دي 500 او اللي شغال اسبلت. تمام. طيب عندي امتداد الاس دي ان اف، ده خاص بالستيل ديتيلنج، ده الامتداد بتاعه. الاس كي بي والاس كي بي ده خاصين بالسكتش اب. في عندي بعض الحاجات خاصة بالسوليد وورك، ده برنامج عامل زي الانفنتور بيعمل حاجات مجسمة قطع ويدخلها مع بعض. عندي ال اس ال دي اي اس ام وال اس ال دي دي ار ام وال اس ال دي بي ار تي. عندي امتداد اللي هو الاس تي ال، ده ستاندرد فور ذا اكسشينج اوف برودكت موديل داتا. الاس اف الاس في جي، ده خاص للصور. تمام. عندي امتداد خاص اسمه تي سي دبليو، ده خاص برنامج اسمه تروكاد تربوكاد. وفي تي سي تي، ده خاص بالتربوكاد تمبليت. وفي امتداد خاص بالصور التي اي اف اف، تجلد ايميج فايل فورمات. عندي امتداد اسمه في ار ام ال، ده خاص في الفيرتشوال رياليتي موديلنج لانجويج. لو انت عايز حاجه مجسمه تدخلها في النضاره بتاع جوجل. تمام. في امتداد اسمه دبليو ار ال، ده قريب من الاس تي ال. الاكس ام ال، ده ملف تكست بينفع تقراه بعض البرامج التحليل. اكس ال اس واكس ال اس اكس، دول خاصين بالاكسل. تمام. دي اهم الامتدادات اللي ممكن تقابلها في